الكرة الماضية وصلت إلى سلمان القائد، يأتي بعرضية خطيرة، جول جول أوتويون إيغالي. من البريك يأتي بعرضية أم لا، تأتي الزاحفة، هذه الكرة داخل المنطقة، كرة جول 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 هلالي 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 ثاني بأقدام إيغالي النيجيري للمرة الثانية. تاريخ الهلال من المدافعين الأجانب الآن. الله الله يختار الموعد يعود، لكن الآن انطلاقة، لكن الآن كانوا الله الله الله. إذا لم يكن هنالك طريق فاصنع واحدا لنفسك. القمام في نهائيات، انظروا الى ميشايل، الله إيغالي، الله الهلال يا رباه، تكتب آسيا وتنطق الهلال، تكتب آسيا وتنطق الهلال، هكذا في هذه السنوات يقولها. والآن الخطأ الذي يأتي والهدية التي تقبل، الهلال يقبل الهدايا ويصنعها، الهلال يسجل سادسا بعد أن تم إلغاؤه في الشوط الأول، هاتريك للرقم 9 في الهلال الذي صنع هدف موسى ماريكا في المباراة الماضية. السلام يصنع أول